سعيد يا ولدي، أنا مريض بالسكر وما أدري متى أخذ الدواء وأنا صايم. المفروض تأخذها عند أذان المغرب، تأكل لك تمرة أو تمرتين وتشرب ماي وتصلي وبعدين تأكل لك حبة من الدواء وبعدين تفطر. لكن أنا أخذ حبتين. بتأخذ لك حبة واحدة بعد صلاة المغرب وبعدين تفطر، وواحدة قبل السحور، ولا تأكل حلويات وايدة. لا تنسى تذكر ولد عمك بهالنصايح بعد. إن شاء الله على أمرك. أنت تعرف يا سعيد أني أنا أخذ أبرنسلين. عيل لازم نسير عند الدكتور. أنا أسمح لبعض المرضى أنهم يصومون، لكن المرضى اللي السكر عندهم مرتفع أو منخفض لازم يتعالجون فورا. وفي حالتك ما عندي مانع أنك تصوم، ولكن لازم تحافظ على أنك تأخذ الدواء في وقته، وكل 3 وجبات متكاملة وكافية، واشرب ماء. سمعت يا سلطان، صحتك حياتك.